وفي إطار أعماله الاجتماعية، قامت صباح اليوم مؤسسة الرجاء البيضاوي رفقة أحد الجمعيات المحلية بمدينة العيون بتوزيع مساعدات على عدد من الفئات الاجتماعية في المتابعة غالي القرحي وصالح الرقيبي. مبادرة إنسانية تلك التي قام بها فريق الرجاء الرياضي البيضاوي من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية، والتي تضمنت زيارة لإحدى الجمعيات التي تعنى بشؤون الأطفال، التفاتة تميزت بتوزيع ما يقارب 150 محفظة مدرسية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة في أفق الاستعداد للدخول المدرسي 2015-2016. وقد أشرف على هذه العملية عدد من أطر ومسيري الفريق البيضاوي وعدد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة. وهذه اللجنة اللي هي كتمر كل سنة كتعين بعض الخيريات وبعض الجمعيات المعاقين وكذا، ولهذا جاتنا هاد الرحلة ديال العيون جاتنا مفاجأة، ورغم هذا الشيء جنا واحد الهدايا اللي نساندوا بها أطفال العيون مهوزة وكذلك الأطفال الذين وقعت لهم الحادثة في طنطان. خسرنا باش نعدوا لا انطلاقة فقط لهذا العمل، جاونا بالنسبه للمكتب الجو باش عطاو الانطلاقه ديال التوزيعات الخيريه لهذه الفئه من المجتمع، عطينا فقط الانطلاقه اليوم بعد التوزيعات، وكنشكر دائما فريق الرجاء البيضاوي بهذا العمل الجبار. سيفتنا بعد ضحيات فجيعه طنطان، الحمد لله فرحانه بعد المبادره اللي دارت لنا نادي الرجاء البيضاوي، وكنشكرهم على هذه الالتفاته الطيبه، وهذا عمل انساني. وتأتي هذه المبادرة بمناسبة زيارة فريق الرجاء لمدينة العيون لخوض مباراة الإياب دور 16 أمام شباب المسيرة، أنشطة يسعى من خلالها المنظمون إلى ترسيخ الدور الاجتماعي والرسالة النبيلة للرياضة والرياضيين.